فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون بالله قل لي ما يكون بالله قل لي ما يكون ليلتان اثنتان يجعلهما كل مسلم في مخيلته ليلة وهو في بيته مع أطفاله وأهله منعما سعيدا في عيش رغيد وفي صحة وعافية يضاحك أطفاله ويضاحكونه والليلة التي تليها مباشرة ليلة أتاه الموت فوضع في القبر ليلة ثانية وضع في القبر لأول مرة وذاك الشاعر يقول فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون القبر أول ليلة بالله قل ما يكون فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون يقول انتقلت من مكان إلى مكان وذهبت من موضع نومي في بيتي إلى بيت آخر فما أتاني النوم فبالله كيف تكون أول ليلة في القبر بالله قل لي ما يكون عشما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور يجري عليك بما أرادت مع الغدو مع البكور عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور يجري عليك بما أرادت مع الغدو مع البكور أول ليلة في القبر بكى منها العلماء وشكى منها الحكماء ورثى إليه الشعراء وصنفت فيها المصنفات أتى أبو العتاهية يقول لسلطان من السلاطين غرته قصوره وما تذكر أول ليلة ينزل فيها القبر ونحن نقول لكل عظيم ولكل متكبر متجبر أما تذكرت أول ليلة هذا السلطان بنى قصورا في بغداد فدخل عليه الشاعر يهنئه بالقصور يقول له عش ما بدا لك سالما عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور عش ما بدا لك سالما عش ألف سنة عش مليون سنة سالما معافا مشافا يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكوة ما تريد من طعام ما تريد من شراب هو عندك ولكن اسمع ماذا يقول إذا النفوس تغرغرت بزفير حاشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور ما كنت إلا في غرور ما كنت إلا في غرور عش ما بدا لك سالما فبكى السلطان حتى أغمي عليه فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور بما أردت مع الغلو مع البكور عش ما بدا لك سالما وأنا أطالب نفسي وإياكم يا معاشر المسلمين أن نهيئ لنا نورا في القبر لأول ليلة والله لا ينير لنا القبر
إلا العمل الصالح بعد الإيمان، لنقدم لنا ما يؤنسنا في القبر يوم ننقطع عن الأهل والولد والأصحاب، ووالله لننزلنها جميعا أول ليلة. فناديتها فأين المعظم والمحتقر، وأين المذل بسلطانه، وأين القوي؟ يا شابا مستصحا متناعما غره الشباب والمال والفراغ، هل أعددت لأول ليلة في القبر؟ يا شيخا كبيرا احدودب ظهره ودنا أجله، هل أعددت لأول ليلة في القبر؟ إنها أول الليالي، وإنها إما أول ليلة من ليالي الجنة أو أول ليلة من ليالي النار. تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ أما لك فيما مضى معتبر؟